الجلطات الدماغية. هذا الموضوع يعني مهم جدا طبيا الحديث عنه، ويمكن تفاديه ويمكن علاجه في دقائق الأولى، ويصيب كبار السن بكثرة. السكتة الدماغية تعتبر حالة طارئة خطيرة، وهي السبب الثالث للوفيات في العالم. للحديث أكثر عن الجلطات الدماغية يسعدنا أن نرحب بالدكتور هيثم دبابنة، استشاري جراحة العمود الفقري والأعصاب. يسعد صباحك دكتور هيثم. أهلين أهلين، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. نعم، يعني موضوع مهم جدا دكتور، الجلطات الدماغية، ودائما بنسمع عن الجلطات الدماغية، وفلان توفى بجلطة دماغية وفلان صابته سكتة دماغية. بداية، إيش الفرق بين الجلطة الدماغية والسكتة الدماغية؟ ولا نفس الشيء بس مصطلحات، يعني تشابه المصطلحات. نعم. طب ما هي الجلطة الدماغية إذا؟ الجلطة الدماغية هي عبارة عن انقطاع مفاجئ. أول شيء الجلطة الدماغية عدة أنواع، هي نازفة أو خثرة. الخثرة بتسبب انقطاع من وصول الدم لجزء من الدماغ. نعم. هذا جزء من الدماغ له وظيفة، وظيفته ممكن تكون حركة، ممكن تكون نطق، ممكن تكون حركة ونطق، ممكن تكون حركة اليد، حركة الأرجل. فشو بحصل للإنسان اللي بتصيبه الجلطة الدماغية؟ فجأة loss of function، فقدان وظيفة، فقدان وظيفة الحركة، فقدان وظيفة النطق، ممكن تكون ثقل بالبصر أيضا، ممكن البصر شوي. ممكن البصر. أي جزء من الدماغ ممكن يتأثر بجلطة أو سكتة دماغية. طب إيش أسباب حدوث هذه الجلطة؟ في عدة أسباب. منها أول إشي في نحكي عن الأشياء العامة اللي ممكن تحدث لمرضى القلب كمان، اللي هي الضغط العالي، السكري، الدهنيات، الأكل غير صحي، النصاحة، هاي الأشياء كلها بتؤدي إلى ارتفاع الضغط. بصير واحد عنده مثلا سكري، ممكن يصير في عنده تأثر بالشعيرات الدقيقة بالدماغ. هل هذول بس يتأثروا الشعيرات الدقيقة ممكن يؤدوا إلى سكتة دماغية من نوع بنسميه اللاكونر انفاركت، الجلطات الصغيرة هاي. نعم جميل. طيب دكتور، دائما نرتبط بما انه نتحدث عن اسباب، يعني عفوا على المقاطعة، بيحكوا الزعل كمان بسبب الجلطات، فما شو رأيك الرأي العلمي بهذا المعلومة؟ هي عبارة عن خثرة. لازم الخثرة تتكون، فالزعل مش هيكون الخثرة، يعني هي شيء تراكمي. بالضبط، شيء تراكمي. ممكن الخثرة تتكون بالجسم وتنتقل خلال ساعات، ممكن تتكون خلال سنين وتكون بموقع معين وفجأة تتحرك. هلا الزعل ممكن يساعد بتحريك الدورة الدموية زيادة أو بطريقة مختلفة عن ما كانت عليه. يعني الزعل ممكن يرفع الضغط، هالضغط ممكن يعمل تيربولنس، حركة فجائية لموقع بالجسم اللي ممكن يؤدي إلى الخثرة تطلع محل آخر، ومنها الدماغ اللي بتؤدي إلى جلطة دماغية. بس الزعل بحد ذاته لا يسبب الجلطة. جميل. ناتي لخطوه مهمه او نقطه مهمه، لما تحصل مثلا او نصادف شخص مثلا تحصل له جلطه، احنا مش عارفين ايش ممكن الاسعافات الاوليه اللي ممكن نعملها للجلطات الدماغيه. احنا اول شيء بدنا نعرف المستمعين، بدنا نعرف كيف نشخص الجلطه. فاكثر شيء منتشر عالميا عشان نشخص الجلطه، نطلب من الاهل او الاصدقاء لشخص صار عنده فجاه، بصير عنده زي التمو باللوج، فبصير زي في فيشل دروب بنسميها بالانجليزي. الشغله الثانيه بنحكي للمريض ارفع ايدك، بيرفع ايده بتلاقي ايده هي بتنزل مثلا، معناته الجلطه صارت على الشمال واثرت على ايده اليمين، او بالعكس بس هيك نزل تلاقي الايد. احكي له ارفع ايديك، احكي له ابتسم بتلاقي تمه معوج، ما يعوج جانب. ايوه أكتبنا. تحكي له ارفع ايدك، ترفع اجرك، احكي معي، احكي مرحبا مثلا، فبيبين معك مثلا مش قادر يحكي المرحبا، بتاثر النطق. هذه اعراض يعني ممكن احنا كناس عاديين نشخصها اذا اشتبهنا بشخص صار معاه جلطه. طبعا. نعم. هلا ايش الخطوه الاخرى؟ الخطوه الثانيه انه تحكوا مع ال911 انه يجي الاسعاف على السريع على المستشفى. حلو. هلا في بعض العادات والتقاليد والناس بيسمعوا عنها، غز اصابعك، نزل دم منهم، الخزعبلات بنسميها. اللي ما بتاثر ما بتفيد. كيف احنا بنقدر نساعده؟ يعني اكيد ما رح تاثر. شو المساعده اللي بنقدم له اياها؟ انتوا كمواطنين او اقرباء للمريض لا سمح الله، احكوا مع الاسعاف،
مباشرة ونقول ما نعملش شيء يعني ما تحاولي تعمل شيء. دكتور في ناس بيحكوا نعطيه حبة أسبرين أو هذه الجلطات القلبية هذا للجلطات القلبية وعقوب الجلطات الدماغية لأنه في 20% ل 25% من الجلطات الدماغية هي نازفة فأنتم بتقتلوه إذا بتعطوه أسبرين جميل وضحت لنا هذه النقطة لأنه خلص الناس متعارف عندهم الآن أول ما يشتبهوا بجلطة ما بيميزوا دماغية أو قلبية حبة مية حبة أسبرين أعطيه فممكن يكون بضر لهم مش بيساعدهم بالضبط هي مهمة جدا المعلومة ممتاز دكتور إنه وضحتها طب نأتي إلى مخاطر الجلطة الدماغية ما هي؟ هل الجلطة الدماغية هي حكيتي سماح انت شيء مهم على الجلطات الدماغيه هي ثالث سبب للوفاه بالعالم هلا هو حاليا بامريكا نزل للسادس بسبب العلاج المتقدم اللي صار عندنا هذا الحكي بس من السنه هاي يعني من اخر سنتين وجاي صار في دروب بس هو لساته الليدنج كوز اوف ديسابيليتي ايش يعني هو السبب الاول للاعاقه يعني المريض عدم القدره على المشي تلاقي المريض لما تصيبه جلطة دماغية بنتهي على ويلتشير على كرسي متحرك كرسي متحرك على عكازة على مش قادر يخدم حاله بنتهي بتقرحات بالظهر وبالجلد يعني إشي سيء جدا ممكن يؤدي للوفاة صحيح هاي الأشياء في حالات تؤدي للوفاة طيب دكتور شو هي الفئة المعرضة أكثر للجلطات الدماغية والله الكل معرض كلنا يعني الشباب يعني مش كبار السن فقط نحن بسمع انه كبار السن هم الاكثر عرضه لجلطة امبارح بالليل لسه انا عامل عمليه لشريان نازف لمريض عمره 38 سنه الكل معرض لها يعني معالج انا بامريكا مرضى عمرهم 15 سنه و14 و10 و4 تسمعوا عن بالاطفال شلل الاطفال اكيد سووا جلطه جلطة يعني تصيب كل فئات العمار والطفل ببطن امه جلطه وهو جنين هذا سبب شلل الاطفال جلطه وهو جنين في داخل رحم انا خسر وياه جلطه وهو جنين طيب دكتور كمان بدنا كمان معلومه احنا في معلومات كثير منتشره بيننا كمواطنين عاديين مش اطباء واكيد معلوماتنا العلميه مش مثل الاطباء في كثير من الناس بيحكوا انه كمان الجلطه على العمر الصغير بتكون ممكن خطيره اكثر من على العمر الكبير شو السبب؟ طيب خلينا نعدل ما هو بالأخير هو بيعتمد على حجم الجلطة. هلا بالجلطات القلبية نسمع إنه الجلطة كانت قاتلة بالصغار أكثر من الكبار. هلا هذا السبب في له سبب علمي تفسير علمي. بأسهل طريقة أحط التفسير العلمي إنه مع العمر. تتكون بنسميها شيء اسمه بالانجليزي كولاترال سيركيليشن ايش يعني يعني اذا واحد صابته جلطه بشريان معين سكر الشريان هلا في شرايين اخرى تاخذ وظيفه الشريان وبتخلي المنطقه هاي من الدماغ او من القلب شغاله بالعمر والواحد عمره صغير لسه هاي ما نمت يعني ما تعرض للدخان ما تعرض ل على عوامل الملوثة بكثرة هاي الكولاترال سيركوليشن نسميها الشرايين الإضافية لسه ما بنت هل هاي إيش بتحمي هاي بتحمي المنطقة اللي بغذيها هذا الشريان إنها تموت كاملة رأسا فبيعطي مجال للمريض أكم من ساعة زيادة اللي بتصفي ملحقينه للمستشفى وعاملينه الإجراءات اللازمة جميل طب لو نتحدث عن العمل الوراثي هل له شأن في الجلطة الدماغية له في بعض الحالات بعض الحالات يعني في اشياء وراثيه في شيء اسمه كادسل مرض هذا المرض بنتج عنه صداع وله دخل بجين اسمه ناتش 3 جين مش عارف شو اسمه بالعربي يعني بجوز ما له مسمى عربي حتى خلص عرفنا طبعا من المقولات طبعا من المقولات اللي قلتيها سمحنا كاشخاص طبيعيين غير مصابين بالمرض والحمد لله الله يعافينا ويعافي كل المشاهدين تسارع نبضات القلب هل فعلا لها شان في الجلطه الدماغيه سؤال ممتاز جدا لانه في نوع من نبضات القلب يسموه الرف الاذينيه اللي ممكن تعمل تسارع هي مسبب من اكبر مسببات الجلطات الدماغيه شو الرف الاذينيه هلا احنا عارفين القلب في اذينين وفي بطينين نعم اذينين ايوه بالضبط الاذينين اللي هم اعلى القلب وفي البطينين اسفل القلب البطينين الاعلى الاذينين اللي اعلى القلب هذول
لما يصير في عندهم رفع أذيني بطل ينقبضوا، بس بطل ينقبضوا الدم بيصفي فيه ستيسيس يعني ركود. لما يصير في ركود بيصير يتولد تخثرات. نعم. فجأة بتلاقيه برجع بنبض. هاي سببها تسارع نبضات القلب بطريقة بيصير ترف بدل ما ينقبض. هلا هذا بيؤدي إلى تخثرات، هالتخثرات مرة بيصير ينقبض تطلع هالتخثرات على الدماغ. جميل. طيب دكتور يعني فسرت لنا تفسير علمي، طب الآن تحدثنا عن الجلطات، بدنا نروح للعلاج. كيف تعالج الجلطات الدماغية إذا لحق يتعالج المريض؟ طبعاً هلأ إحنا شو نطلب؟ نطلب من المريض إنه يوصل لطوارئ مستشفى مختص. نعم. بأسرع وقت ممكن. جميل. بس يوصل للطوارئ، الطوارئ عندهم بروتوكول، البروتوكول إنه المريض أول شيء يتعاين، ينسحب له دم، يبعثوا له الصورة الطبقية لمعرفة هل هي جلطة نازفة أم جلطة عبارة عن خثرة. هلأ إذا الجلطة خثرة ساعتها بنقيم إذا المريض خلال 4 ساعات ونص من الجلطة ولا لا. إذا هو خلال 4 ساعات ونص بنعطيه دواء إبرة الحياة اسمها، نعطيها إياها بالوريد. إبرة الحياة عبارة عن مضاد حيوي دكتور؟ لا لا، هي عبارة عن مسيل للجلطة. جميل. هلا المسيل هذا للجلطة مسيل قوي. نعم. هلا غير هيك بنشوف المريض، هلا إذا المريض في سكور يعني في تقييم للجلطة، إذا تقييم الجلطة إنه جلطة كبيرة بنضطر نعمل صور تبين لنا الشرايين. إذا وجدنا في خثرة بموقع قريب بالدماغ، مش جوا جوا بالدماغ، بشريان ميجر نحكي رئيسي، بناخذ المريض على القسطرة. نعم. وبنحط شبكية وبنسحب الخثرة فيها. نعم. هذول عمليات كثير متطورة وعم نعملها. كله بيكون فتح بالدماغ بتعمل القسطرة. لا لا لا، بننزل من الإجرة ومن اليد. زي قسطرة القلب. نفس الفكرة، بنطلع الدماغ وبنعمل الإجراء. بما أنك ذكرت القسطرة الدماغية، ما هي أهمية عملية القسطرة؟ نسحب الخثرة برجع المريض زي المكان. نعم. بتمنع تلف الدماغ. نعم. طب دكتور بالقديم يعني كان في جراحة للدماغ لحتى ممكن معالجة؟ ما كانوا يعملوا شيء. ما كانوا يعملوا شيء، خلص كانوا يتركوا. الآن مع القسطرة صارت هي العلاج. هي العلاج الأمثل. طيب نعم. هلا في حالة عملتها امبارح، ما بعرف إذا الصور موجودين. لا موجودين الصور على السي جي. يا ريت لو نستعرض الصور. نستعرض. نعم. الصور. هذا بس لي مريض صابه نزيف دماغي امبارحة. هذا الحكي. جميل. احنا الان هي عباره عن صوره طبقيه على عند الدائره في عندنا زي خطوط بالابيض. نعم. خطوط الابيض هي عباره عن نزيف. نزيف الدم. الخطوط البيضاء اللي على اليسار. اللي على اليسار بداخل الدائره. هي عباره عن الابيض ابيض وفي زي بقعه دم دائريه غير السوداء، في بقعه دائريه عند الحس الابيض هذا. هلا هي عباره عن نزيف دماغي تحت الغطاء العنكبوتي للدماغ. للدماغ. نعم. وفي صورة ثانية كمان بتبين لنا كمان النزيف المنتشر. هاي الخطوط هاي كلها نزيف، هذا كله دم. إيش سبب النزيف دكتور؟ تشوه شرياني دماغي. هذا صعب جدا علاجه صح دكتور؟ صعب بس صار سهل علاجه. هذا مريض عمره 38 سهل ممتنع يعني. هلا بنفرجيكم الصورة اللي بعديها. هي قسطرة بتبين التشوه الشرياني. نعم. شايفين تشوه عبارة عن كرة صغيرة. صحيح. هذا تشوه وفي تخثر كمان. نعم. هاي قسطرة، أنا بدخل بأنبوب من الرجل المريض الأيمن بوصل فيه للدماغ هنا، بس أخذ صور بعدين. نعم. لهون ما أخذ صور، بعطي صبغة بتعطيني كل شرايين دماغ. جميل. عند السهم هنا في دائرة. نعم. بعد الإجراء حطيت رقائق لولبية في التشوه واختفى التشوه. جميل. فهلا ما في لي سورس النزيف يعني. جميل. خلص اتعالج. تعالج المريض. المريض موجود من المستشفى التخصصي حاليا. ما شاء الله. جميل جميل. يعطيك العافية. الله يعافيكم. يعطيك العافية دكتور. طب آخر يعني دائما بكل فقرة طبية بناخذ إجراءات وقائية، شو بتنصح المشاهدين؟ يعني بالأخير الجلطات الدماغية والجلطات القلبية تتشابه. فبننصح الجميع بالأكل الصحي، بالممارسة الرياضة، الإقلاع عن التدخين. هاي مهمة جدا طبعا. ويعني إذا عنده الواحد ضغط وسكر ويتعالج ينتبه لهم يعني. جميل جدا. إذا شكرا لك الدكتور هيثم الدبابينة استشاري جراحة العمود الفقري والعصاب، وأهلا وسهلا فيك. يا هلا. يعطيك العافية دكتور.